رغم أن التكنولوجيا الحديثة مفيدة للإنسان، لكنها في نفس الوقت تحولت لوسيلة تهديد للخصوصية مع ثغرات الكثيرة في تأمين البيانات على الشبكة العنكبوتية، اللي كان آخرها اكتشاف باحثين في شركة جوجل لأربع ثغرات أمنية في متصفح كروم وإنترنت إكسبلورر ومايكروسوفت ومن أبل وسفاري من أبل، اللي ممكن تكون عرضت بيانات المستخدمين للخطر. دي الأخطاء اللي صحتها الشركات بسرعة، خصوصا أن ثغرات زيرو دي بتعتبر عيوب برمجية غير معروفة، ولحد ما يتم التعرف عليها وإصلاحها ممكن المهاجمين يستغلوها في الخصوصية أو في الاختراق الخصوصية. عن الأمان الإلكتروني بينضم لنا عبر خدمة سكايب الأستاذ تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أستاذ تامر، صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. في عيوب خطيرة دائما ما تظهر، أهلا وسهلا، دائما ما تظهر بين الحين والآخر، عيوب، مشاكل فنية، مشاكل تقنية برمجية في التعامل مع مواقع الانترنت. في احنا بنتكلم دلوقتي على جوجل كروم وعلى اكسبلورر وعلى سفاري وعدد من المتصفحات اللي احنا دائما بنستخدمها. ايه خطورة الاستخدام ده؟ هيك انت اتكلمت على اكتر ثلاث متصفحات صحيح مشهورة على مستوى العالم. طبعا هي دي الثغرات ديت موجودة وهتفضل موجودة العمر كله. هي اتسمت زيرو داي لان هي بيبقى فيه الهاكرز او الراغبين في اختراق خصوصيه او اختراق البرمجيات بيبقوا هدف شغلهم الشاغل الوحيد هو البحث عن هذه الثغرات، وسميت زيرو داي لان هو بيستغل هذه الثغره فور علمه بيها، وفي الاغلب ما بيتمش نشر هذه الثغره للشركات او بشكل عام، ويتم استخدام هذه الثغره لفترات طويله حتى تعثر عليها هذه الثغرات حتى تعثر على هذه الثغرات الشركات. المطلوب من المستخدمين هو تقليل وضع البيانات الحساسه الخاصه بهم على الوسيله اللي هو بيتواصل منها من خلال الانترنت. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان يكون عنده دايما البرامج الاصليه اللي موجودة على الأجهزة بتاعته، ما يكونش بينزل برامج خارج المنظومة الشرعية للشركات علشان يقدر يستفيد بالتحديثات الأمنية اللي بتتم بشكل يومي تقريبا لسد هذه الثغرات. لكن هل تم تلافي هذه الثغرات من قبل الشركات المختلفة؟ بيتم تلافي الثغرات أول ما بيتم الإعلان عنها أو الوصول إلى هذه الثغرة من خلال الشركات، بيتم التلافي وبيحصل تعاون بين الشركات العالمية وبعضها البعض. كل الشركات عندها الباحثين اللي هم الوايت هاكرز او المخترق، يعني في ناس وظيفتهم ان هو يقوموا بادوار الهاكرز بس بدون ايذاء للاخرين. عندما لما بيوصلوا للثغرات دي بيتم الاعلان عنها فورا وبيتم سدها، وبيبقى الموضوع سد. يعني المشكله مش في ان هي كيف يتم سد هذه الثغرات، ولكن المشكله دائما بتكون كيف يتم اكتشاف هذه الثغرات. طيب ايه خطوره اختراق الخصوصيه بالنسبه للمستخدمين يا استاذ تامر؟ خطوره يعني زي ما بيحصل في الفيروس اللي هو بيسمى اللي معروف بين العوام بالفديه، اللي هو ممكن يخش يشفر لحضرتك بياناتك لو كانت بياناتك بيانات عمل او بيانات دراسه مهمه تؤدي الى تعطيل اعمالك. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان هو ياخذ من على الجهاز بتاعك بيانات شديدة الخطورة، ممكن صور شخصية، ممكن ملفات تخص أساس العمل بتاعك. كل الكلام دوت يعني لو اتكلمنا عن حد مثلا بيعمل في مصنع أدوية وعلى جهازه مثلا تركيبة دواء سرية جدا، يستطيع هؤلاء الهاكرز ان هو ياخد هذه التركيبة اللي بتساوي مليارات. يعني معظم المستخدمين ممكن يشوفوا الموضوع ان هو يعني اما هو موظف عادي مش بهذه الدرجة من الأهمية، وبالتالي ما عندوش معلومات بنفس هذه الدرجة وما فيش أي خطورة في اختراق الخصوصية. لكن ممكن يكون في مشكلة في البطاقات الائتمانية. بالضبط، في البطاقات الائتمانية، في حسابات البنوك وخلافه. بالضبط، حسابات معظمنا بقى مسجل النهاردة أرقام الفيز بتاعته على التليفون، مصور الفيزا بتاعته موجودة على التليفون، صحيح، حاطط الباسوردز بتاعت الحسابات المختلفة على جهازه. كل الكلام دوت لازم ان احنا نقلل من هذه التصرفات المخالفه لقواعد تامين المعلومات البسيطه، ان انا ما احطش اي بيانات ماليه خاصه بيا، لان حتى لو رقم الفيزا اتاخد هيبقى انا في خطوره عاليه. ما احطش صوري الشخصيه وصور عائلتي الشخصيه لان ممكن اصاب، ممكن يحصل لي بيها تهديد بعد كده، وهكذا من البيانات. لا، كلنا
لنا بيانات ولنا بيانات غالية غالية الثمن. النهاردة يعني ما تسمى البيانات النهاردة بقت تقيم عالميا أغلى من البترول والذهب. صحيح. طيب حضرتك في البداية نصحت المستخدمين إن هم ما يحطوش المعلومات الأساسية، المعلومات الهامة بالنسبة لهم على المتصفحات المختلفة، لكن من أهم سمات التكنولوجيا الحديثة يا أستاذ ثامر إنها مترابطة وإنها متشابكة، يعني الموبايل أو الهاتف المحمول عليه كل المعلومات والخصوصية بتاعة المستخدم، وبالتالي أظن إن هو يعني مش من الطبيعي إن هو يتجنب إن هو يحط معلومات هامة على التليفون مثلا. لا يقدر يتجنب، بحيث ان انا كل يعني هي المشكله دائما بتكون عند الناس يعني بالمسمى البسيط ان هو دائما بيكسل. حيث اللي بيطلع المتصفح بيساله هيك عايز اسجل بيانات الكريدت كارد بتاعتك عندي، فبيقول له اه طبيعي، نقول له لا ايه المشكله لما ادخل بيانات الكريدت كارد بتاعتي كل مره وانا بخش اعمل عمليه شراء مثلا، ان ادخلها كل مره مش هتاخد مني نص دقيقه زياده. انه بيسالني اسجل الباسورد، اقول له اه برضه الطبيعي انه يقول له لا ما يسجلش الباسورد، يبقى انا عندي 4-5 باسورد بتعامل بيهم حافظهم ما بنساهمش اقدر استخدمها. لكن هي النقطه دائما في ان التكنولوجيا بتخلينا بعض الاحوال ان احنا نكسل عن اتخاذ الاجراءات الكافيه لتامين معلوماتنا، وبالطرق دي يضحك هو بيخش طالما اخترق التليفون بيوصل للملف بتاعه الباسورد، بقى معاه باسورد كل حاجه بالايميل، يعني بقى معاه البيانات كامله، يقدر يخش يسيطر على هذه الحسابات المملوكة ليك، سواء حسابات صحيح. شخصية أو حسابات فيها معلومات مالية إلى آخره من الحسابات. خلينا نفترض حالة معينة أستاذ ثامر، إذا ما تم اختراق أحد المستخدمين والحصول على بيانات ومعلومات هامة بالنسبة للمستخدم، هل بيتم تعويض المستخدم من قبل الشركات؟ صعب قوي، موضوع صعب جدا التعويض، هذا التعويض، لان الجميع معرضين لهذه المخاطر. وبعدين في سياسه الاستخدام اللي احنا كلنا بنوافق عليها من غير ما نقراها. صحيح، بالضبط بالضبط، بيبقى موجود فيها ان هم غير مسؤولين عن اي اضرار تنجم عن استخدامك لهذا لهذا البرنامج او لهذا المنتج. طيب يعني بالتأكيد الشركات الكبيرة، احنا بنتكلم على جوجل وبنتكلم على مايكروسوفت وبنتكلم على أبل، بالتأكيد هي مفروض تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية المستخدمين. هم متحملين مسؤوليتهم من خلال الفرق الكبيرة اللي موجودة على مستوى العالم اللي بتعمل على البحث عن هذه الثغرات وسدها والتحديث أول بأول. احنا تقريبا بينزل تحديثات يومية على التليفونات. صحيح. وعلى اجهزه الكمبيوتر للشركات اللي حضرتك ذكرتها. هم هو ده الدور اللي هم واجب عليه، والدور ده مستمر وهيفضل موجود الى الابد، لان وهم بيدوروا على الثغرات في ناس غيرهم بيدوروا على الثغرات لاستخدامها استخدام سيء. فهي هو دي الدور ومسؤوليه الشركات ان هي دائما تبحث عن هذه الثغرات. وفي بعض الهاكرز اللي موجودين خارج منظومة هذه الشركات بيبحث عن هذه الثغرات وبيبعتها للشركات للبحث عن مكافأة، وده فعلا بيتم من الشركات، ان هي اي حد بيكتشف ثغرة وبيبعتها للشركات بيتم مكافئته نظير لإيجاد هذه الثغرة، ومحاولة منهم لتقليل اعداد المهاجمين الخارجيين. طيب هل هي بتكون ثغرات يا استاذ ثامر ولا اختراق من قبل الهاكرز؟ لا، ثغرات بتبقى غفل عنها المطورين اثناء تطوير هذا التطبيق او هذا البرنامج. وبالتالي الهاكرز بيستغلوا هذه الثغرات اما الحصول على مبالغ ماليه من الشركات او حتى الحصول على هذه المبالغ من المستخدمين ومساومه المستخدمين. لو يعني هل في متصفح اكثر امانا من الثلاث متصفحات اللي احنا بنتكلم عنهم؟ لا، هو للاسف الجميع يعني عندهم نفس هذه المشكله. بالعكس، الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم هم لا أمان، يعني هم مملوكين لشركات تبحث عن تأمينهم دائما. وممكن نستخدم مع هذه المتصفحات برامج الحماية بقى اللي هي الأنتي فيروس أو الأنتي ميلوير اللي بتزيد حجم التأمين شوية على استخدامنا لهذه المتصفحات. وبالتالي يعني مش منطقي ان احنا نروح لمتصفحات اقل امانا والبعد عن هذه المتصفحات. احنا بنتكلم عن اكثر تقريبا ثلاث متصفحات امانا واستخداما في العالم، في شركه جوجل وشركه مايكروسوفت وابل. الخطوره بتبقى اعلى مع المتصفحات الاخرى، لان ما فيش في ظهرها او ما فيش في الخلفيه بتاعتها من يعملون لتامينها بشكل دائم،
يعني بيتم صرف المليارات لتأمين هذه المستخدمات. بما أن حضرتك تحدثت عن المليارات، يعني قمة السابع وقمة العشرين منذ شهرين، وأخيرا مؤخرا منذ كم أسبوع قمة العشرين أقرت فرض ضريبة لشركات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمالتي ناشونال، هل ده ممكن يقلل من المصروفات من النفقات اللي بتدفع لتأمين المتصفحات المختلفة؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس. لا، هي الغرض من فرض هذه الضرائب هي إيجاد موارد ذاتية للوحدات داخل الدول المختلفة لزيادة. لكن ده مش هيأثر على نفقات واستثمارات الشركة في حد ذاتها؟ لا 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 لا, لا خالص خالص. ما هي هي رأس مال هذه الشركات هو الإنفاق على التطوير. فبدون الإنفاق على التطوير هيلاقوا شركات جديدة بتظهر وبتسبقهم، فهو رأس مالهم هو الإنفاق على التطوير، فما أظنش خالص إن ده هيأثر على إنفاقهم على هذا الخط من تأمين المعلومات. تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي زي واتساب وماسنجر على الفيسبوك وغيرها، هل هي أقل أمانا من المتصفح؟ لا، هي أكثر أمانا. أكثر أمانا، هي أكثر أمانا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب وما شابه بيبقى بيستخدم خاصية اسمها end to end encryption. أنت المعلومة بالضبط التشفير، بيتم تشفير المعلومات اللي بيتم إرسالها من التطبيق الخاص بحيث للتطبيق الآخر، فبيتم نقل هذه المعلومات مشفرة إلى هذا التطبيق ويتم فكها داخل التليفون الآخر. فاستخدام هذه التطبيقات هي أكثر أمانا من التطبيقات التي لا تستخدم خاصية التشفير نهائي الطرفين. على نفس هذه المتصفحات يا أستاذ ثامر بيكون في خاصية البحث السري تقريبا أو حاجة كده، هل ده بيكون أمان أكثر؟ ده أكثر أمانا، لكن ما بيخرجناش بره إطار الثغرات. هو بيخلي التصفح بتاعك مشفر، حيك محدش شايف أنت بتتصفح إيه. لكن محدش ده مين يا أستاذ ثامر؟ يعني محدش من الهاكرز ولا محدش مين؟ محدش عموما. سواء الهاكرز، لأن هو بيتم نقل الريكوست أو الطلب الخاص بحيك للبحث، بيتم نقله مشفر ويتم الرد على هذا الطلب مشفر، فلا يستطيع اختراق ما يتم البحث عنه. لكن ده ما يعني ما بيلغيش ان هو يقدر يخترق من هذه الثغرات، يشوف الجهاز. هي ثغره موجوده على المتصفح للوصول الى الجهاز الخاص بالمستخدم، وليس للوصول الى البحث بتاعه. مع تقدم الوقت دايما يا استاذ ثامر بيكون في سهوله كبيره في التعامل بين المستخدم والتطبيقات المختلفه، هل في قاعده في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه كل ما يكون التطبيق اسهل في الاستخدام كل ما يكون اقل امانا؟ لا، مش هي القاعده، مش كده هي النقطه، ان مع سهوله الاستخدام التطبيق المستخدم بيتهاون في تامين معلوماته على هذا التطبيق، لكن ما فيش علاقه بين الاثنين. مش معنى ان التطبيق استخدامه سهل انه يكون اقل امانه او اكثر امانا، لكن هو اعتياد استخدام المستخدم لهذا التطبيق او سهوله استخدامه بيخلي المستخدم يتهاون في تامين معلوماته بشكل اكبر. هل في برامج معينه يمكن يعني ينفع او يقدر المستخدم ينزلها على الكمبيوتر او حتى على الموبايل ان هو يامن المعلومات السريه، المعلومات الخاصه بتاعته؟ في طبعا في ادوات خاصه بتشفير المعلومات الخاصه به، الملفات، لو عنده ملفات عاليه السريه ممكن يشفرها، ولكن دي استخدامها بيحتاج ناس يعني متقدمين في الاستخدام. الخوف ان الواحد يذكر هذه البرامج ويتم تشفير الملفات ولا يستطيع فك تشفيرها مره اخرى، ممكن يحط باسوردز على من استخدام. بس برامج معقده يا استاذ ثامر، يعني المستخدم العادي ما يقدرش يستخدمها. بالظبط، المستخدم العادي لا يستطيع يستخدمها. بالظبط، هو اللي ممكن يستخدمه لزياده تامينه هي برامج تامين الاجهزه زي مكافي وكاسبرسكي. البرامج الانتي فايروس المختلفه او الديفندرز المختلفه. طيب، يعني بما اننا بنتكلم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام يا استاذ ثامر، البعض بيعمل باك اب للمعلومات او الصور او الاسماء اللي موجوده عنده على الموبايل، على سواء على الابل او حتى مايكروسوفت او غيرها من الايميلات المختلفه،
هل ده بيكون أقل أمانا بالنسبة للمستخدم؟ يعني كل ما حمل المعلومات بتاعته والبيانات بتاعته على أكثر من وسيلة، على أكثر من موقع، ده بيكون أقل أمان؟ بالظبط، لان هو حيك زي ما قلنا حيك، هو لو استطاع المخترق اختراق التليفون والوصول الى قائمه الباسوردز اللي موجوده، هو هيقدر يوصل لكل الباك ابس اللي موجوده. فبالعكس، هو التامين لازم يكون تامين خارج الجهاز، يعني يتم تامين المعلومات اللي انا قلقان عليها على جهاز خارج، على قرص صلب، على لابتوب، على كمبيوتر، احسن من انه يرفعه على النت او على فلاشه او يعني البدائل لا، على الفلاشه اكتر من يكون موجود على جهاز كمبيوتر او على لابتوب، لان في الاخر الجهاز ده بيوصل على الانترنت تاني. لكن لو انا اقدر احطه على فلاشه واقدر احفظه خارج منظومه الانترنت، ده هيكون اكثر امانا. الاستاذ تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل. شكرا على هذه المداخله. شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا.